السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ورد من خلاله راح اشارك معكم بيان الفافا الرسمي بخصوص قضيه جمال ماضي مع المنتخب الوطني الجزائري. شاركنا معكم في الاونه الاخيره ماذا حدث في الكواليس، ولكن اليوم عزيزي الكرام راح اشارك معكم البيان الرسمي الخاص من الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف التي وضحت للرأي العام ماذا كان يحدث في الكواليس وما هي أبرز القرارات التي اتخذها هذا الكيان وهو الاتحاد الجزائري لكرة القدم. بغيت نوضح واحد النقطة عزيزي الكرام، كي تروحوا حاليا للموقع الرسمي الخاص بالفاف ما راحش تلقاو البيان، لأنه الموقع راه عليه ضغط كبير جدا، جميع الجماهير الجزائرية تريد التعرف على ماذا جاء في هذا البيان. فأنا حاولت عزيزي الكرام نشارك معاكم بسرعة ماذا حدث في هذا البيان، وممكن من بعد ساعة أو ساعتين كي راح يخف الضغط على الموقع راح تدخلوا إن شاء الله بشكل عادي للموقع وتتطلعون على البيان. على كل حال ما نطولش عليكم، نقرأ لكم البيان بشكل سريع جدا وبالحرف الواحد عزيزي الكرام. صرحت قائلة: سجلت الجامعة الجزائرية لكرة القدم الفاف بكل أسف وخيبة أمل المسار المخزي للمنتخب الوطني الجزائري الذي لم يرقى إلى المستوى التطلعات الشعب الجزائري، وذلك خلال الجولة الأولى من المجموعات يعني في بطولة كأس أمم إفريقيا كان كوت ديفوار 2023. يعني تكلموا أنه المنتخب الوطني الجزائري خرج بخيبة أمل والاتحاد الجزائري غير سعيد بخروجه من دوري المجموعات، وبالنظر إلى الوسائل والظروف المادية التي توفرها الدولة والاتحاد الجزائري لكرة القدم كان من المشروع أن نتوقع في المقابل خدمات ذات مكانة مختلفة تماما للمرة الثانية على التوالي. يعني كان 2021 وكان 2023 خرجنا من دور المجموعات، فالاتحاد الجزائري لم يكن ينتظر خروج مجددا. لم يتجاوز المنتخب الوطني الجزائري الدور الأول يعني في هاتين النسختين وحصل على المركز الرابع والأخير في المجموعة، وهذا فشل مؤكد ومؤلم ويصعب قبوله، إضافة إلى أن الفشل في التأهل لكأس العالم سنة 2022 هو أيضا يعني كان فشل نسب للمنتخب الوطني الجزائري. وإدراكا لثقل مسؤولياتها وواجباتها في الحفاظ على مصالح المنتخبات الوطنية وكرة القدم الجزائرية، تدخلت الفاف عبر رئيسها السيد وليد صادي باستدعاء المدرب الوطني جمال بالماضي في بواكي بالكوت ديفوار بعد يوم من الإقصاء المرير في الجولة الأولى لتقييم ملابسات هذا الفشل، حيث تم الاتفاق على اتفاق متبادل لإنهاء الارتباط وديا بين بالماضي والمنتخب الوطني الجزائري والاتحاد الجزائري لكرة القدم. المناقشات التي بدأت في بواكي أدت في اليوم التالي عندما عاد الوفد إلى الجزائر العاصمة إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق الخاص بهم لإنهاء الودي بين المدرب وطاقمه. وفي اليوم التالي استجابت الأطراف المعنية لدعوة الرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بهدف المصادقة على الاتفاق المبرم بالكوت ديفوار، وكان جميع الأعضاء الخاصين بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الجزائري قد وقعوا على اتفاق لإنهاء ودي بين الطرفين باستثناء جمال بالماضي الذي انسحب بشكل مفاجئ مطالبا بالمزيد من الوقت للتفكير، ومعتبرا أن الاتفاق المتفق عليه في جانبه المالي لا يكفي لتوقعاته. وبعد مرور 4 أيام لم يتلقى الاتحاد أي شيء من الشخص المعني الذي هو جمال بالماضي، والذي كان في هذه الأثناء قد غادر التراب الوطني تاركا الاتحاد الجزائري لكرة القدم دون رد رسمي أو رد ملموس من الناخب الوطني جمال بالماضي. وطبعا سجلت الفاف التي وضعت كل الإمكانيات تحت تصرف المدرب الوطني لتحقيق دورة تليق بسمعة المنتخب الوطني بأسف شديد بسبب النتائج وأيضا التي كانت مخالفة للتوقعات من شأنها أن تؤثر سلبا على صورة الكرة الجزائرية. وانطلاقا من الرغبة في وضع حد لدوامة الإخفاقات المتجددة، تم الاتفاق في بواكي على الانفصال الودي بين الطرفين. المدرب الذي وافق في البداية على هذا الخيار لم يعد يتبعه، يعني بالماضي لم يعد تابعا للاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم. وتعتبر الفاف صمت الكوتش جمال بالماضي وخروجه من التراب الوطني بمثابة الرفض، وهي مضطرة إلى طي الصفحة بشكل نهائي وتخطط الآن لتحدي جديد مع مدرب جديد وطاقم فني جديد سيتم تعيينه تقريبا. أحاط الاتحاد الجزائري لكرة القدم علما بهذا الموقف المؤسف ويتحفظ الآن بالحق في اتخاذ عواقب مشروعة، وستعمل وفقا لحماية المصالح الرئيسية لكرة القدم الوطنية الجزائرية. يعني
القرارات التي تبينت لنا من هذا البيان عزيزي الكرام من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم هو أنه سيتم فسخ عقد الكوتش جمال الماضي، واعتبروا يعني صمت جمال الماضي وخروجه من التراب الوطني بدون أنه يصرح ولا تصريح، اعتبرت عزيزي الكرام بلي أنه بالماضي قدم الاستقالة نتاعه وراح يفسخوا له العقد. وطبعا الفسخ راح يكون من طرف واحد لأنه بالماضي لم يمضي على أي وثيقة باه يفسخ العقد نتاعه عزيزي الكرام بصورة رسمية. هو التزم الصمت وخرج من الجزائر بدون أنه يوقع على وثيقة من ناحية العملية عزيزي الكرام، باه نقدروا نقولوا بلي أنه بالماضي فسخ العقد نتاعه مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم. فبالتالي عزيزي الكرام هنا الاتحاد الجزائري لكرة القدم واش دار؟ راح يفسخ العقد من طرف واحد، واعتبروا موافقة جمال بلماضي اللي كانت في بواكي هو القرار الرسمي الخاص بمدرب المنتخب الوطني الجزائري، لأنه في الآونة الأخيرة التزم الصمت. وإحنا قلنا لكم عزيزي الكرام وحسب مصادر كثيرة من أبرزها تقارير فرنسية أكدت باللي أنه بلماضي ما كانش عنده اجتماع مع رئيس الفاف هنا في الجزائر مثل ما أكد لنا الفاف بطبيعة الحال في بيانه، وبالماضي حزم الأمتعة نتاعو وراح لقطر مثل ما أكدنا لكم في الفيديوهات السابقة. وحسب التقارير الفرنسية أكدت باللي أنه بالماضي كان يريد يعني البقاء إلى غاية سنة 2026 وقيادة المنتخب الوطني الجزائري نحو المونديال القادم سنة 2026 اللي راح يكون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وبالتالي عزيزي الكرام بالماضي بالرغم من هذا خلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم هو الذي يأخذ القرار، والاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم أخذ القرار وهو طي صفحة الكوتش جمال بلماضي يعني مع المنتخب الوطني الجزائري، وسيتم فسخ العقد. أنا بلماضي عزيزي الكرام قادر يعني يتخذ إجراءاته القانونية بشكل عالي، ممكن يصعد للفيفا، ممكن يطالب بالحقوق نتاعو عزيزي الكرام المالية وإلى آخره. هذا شيء يعود إلى المدرب الوطني جمال بلماضي سابقا، لأنه حاليا من الناحية القانونية بالماضي لا يرتبط مع المنتخب الوطني الجزائري وتم فسخ العقد، ولكن يعني كما قلنا من طرف واحد، هذا هو القانون عزيزي الكرام من طرف واحد وليس بالتراضي، لأنه بالماضي خرج من الجزائر والاتحاد الجزائري اعتبر الاتفاق الذي جرى بالكوت ديفوار هو الكلمة الرسمية والنهائية لبالماضي عزيزي الكرام بخصوص فسخه العقد. فما وريكم انتم في صندوق التعليقات، بالماضي كان حاب يقعد إلى غاية سنة 2026، ولكن في نهاية المطاف حسب التقارير الفرنسية يعني ترك القرار بيد الاتحاد الجزائري لكرة القدم. على كل حال بالماضي حاليا منتظر أنه راح يخرج في قنوات تلفزيونية قطرية مثل ما أكدت لنا نفس التقارير الفرنسية، راح يخرج في قنوات تلفزيونية قطرية مثل ما أكدنا لكم، ويعني راح يفضح كل شيء، راح يتكلم عن سبب الفشل والإخفاق من بطولة كأس أمم أفريقيا، وراح يتكلم عن كل شيء عزيزي الكرام، وراح يتكلم عن رأيه الشخصي بخصوص فسخه عقده مع المنتخب الوطني الجزائري وخروجه من الباب الضيق، لأنه بالماضي إحنا ولا واحد كان متمني أنه يخرج من الباب الضيق عزيزي الكرام. بالماضي قدم معنا أشياء كبيرة مع المنتخب الوطني الجزائري، كنا متمنين أنه يخرج وهو مرفوع الرأس، لأنه ما نسوش الخير اللي قدمه للمنتخب الوطني الجزائري والذي كان سببا في التتويج بالنجمة الثانية التاريخية للمنتخب الوطني الجزائري. كان لازم عليه يخرج باحترام من الجمهور، يكون احترام متبادل من بين الجماهير وكذلك أيضا من بين المدرب الوطني جمال الماضي، ولكن للأسف حدثت هنالك تجاوزات في الآونة الأخيرة وشاء الله ما قدر فعله، بالماضي خرج بهذه الصورة اللي أنا شخصيا ما كنتش أتمنى أنه يخرج بها. حاليا الفاب حسب البيان نتاعها راه تبحث عن مدرب جديد وطوت صفحة جمال بالماضي يعني إلى الأبد، وحاليا يريدون التعاقد مع مدرب جديد. والاتصالات اللي قلنا لكم في الأول الأخيرة أنه رسميا كانت هنالك اتصالات بين الفاف وبعض المدربين كانت حقيقة عزيزي الكرام وما كانتش كذب، ولكن باه يجيو كامل هذوك المدربين عزيزي الكرام إلى المنتخب الوطني الجزائري، خاصة أنه سمعنا بأسماء عالمية يعني أنا نعتبرها من سبع المستحيلات، خاصة أنه بعدما شافوا بالماضي كيفاش خرج من الباب الضيق وبالماضي يعد من أحد أبناء الجزائر بطبيعة الحال عزيزي الكرام، يعني وهذا المدرب اللي راح يجي من المستقبل راح يقول في يعني في نفسه انه هذا ولد بلادهم وكيفاش داروا له، فما بالك انا براني نجي ندرب المنتخب الوطني الجزائري ونخفق، يعني راح يكون خروجه اضيق من خروج الكوتش جمال الماضي الذي كان من الباب الضيق. طبعا انا بالنسبه لي عزيزي الكرام حاليا يعني من ناحيه الندم وما قال الندم، ممكن عزيزي الكرام المنتخب الوطني الجزائري يندم على تضييعه لمثل هذا الرجل الا وهو جمال الماضي، لانه الارقام اللي حققها مع المنتخب الوطني الجزائري بعيدا عن الاخفاقات في الاونه الاخيره، الارقام اللي قدمها المنتخب الوطني الجزائري مع جمال الماضي تعتبر ارقام انا بالنسبه لي صعب انك تلقى مدرب يحطم هذه الارقام. يعني ما عارفين ازاي 6 سنوات خسرنا في 6 مباريات فقط،
شكون هو المدرب اللي راح يحقق نفس النتائج ولا اكثر من هذه النتائج؟ ما دام طوينا صفحه بالماضي، حاليا نبحث عن مدرب افضل من بالماضي. المنطق يقول هاك عزيزي الكرام، ما دام بالماضي سيبو حكايته انتهت مع المنتخب الوطني الجزائري، نحتاج مدرب افضل واقوى من جمال بالماضي. شكون؟ اكتبوا لنا نتوما رايكم في صندوق التعليقات. يعني بزاف الناس كانوا يطالبون ببقاء بالماضي، وهذا يبقى من حقهم بطبيعه الحال لانهم مناصرين للمنتخب الوطني الجزائري، ولكن للاسف الشديد انتهت صفحه بالماضي مع المنتخب الوطني الجزائري، وراح نشوفوا بالماضي ماذا سيفعل. واش يعني راح يطالب بالحقوق نتاعو؟ لانه شرعا وبالقانون عزيزي الكرام قادر بالماضي يطالب بحقوقه من طرف الفيفا والى اخره. هذه تبقى للكوتش جمال الماضي. ولكن السؤال يطرح نفسه، حاليا المنتخب الوطني الجزائري شكون اللي راح يحكمه؟ شكون هو المدرب الجديد وهو الطاقم الفني الجديد اللي راح يجي للمنتخب الوطني الجزائري؟ انا نتمنى انه ما نندموش على ما فعلناه مع الكوتش جمال الماضي. نتمنى انه ما راحش يجي يوم وندموا على خروج جمال الماضي بهذه الطريقه. بالماضي لو كان بقى كان لازم هنالك شروط تتحقق بها يبقى عزيزي الكرام، مثل حمايه المنتخب الوطني الجزائري من التحكيم وحمايته من العديد من الاطراف. ولكن حاليا كي راح مدرب جمال الماضي، نتمنى انه ما راحش تندموا على خروج الكوتش جمال الماضي من المنتخب الوطني الجزائري. كان هذا الفيديو اليوم، خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.